مصر فوق صفيح ساخن، مئات الآلاف من المتظاهرين في ميدان التحرير في مليونية للثورة شعب يحميها. الهدف إسقاط الإعلان الدستوري الذي حصن به الرئيس المصري قراراته ومجلس الشورى ولجنة الدستور ضد أحكام القضاء. نحن أمام الآن تأسيس حقيقي جاد لمشروع ديكتاتور ولنظام قمعي، مش هنقبل هذا الكلام. تحركات الرئيس لاحتواء الأزمة زادتها اشتعالا بعد فشل اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى، حيث اكتفى الرئيس بالتأكيد أن تحصين قراراته سيكون مؤقتا حتى نفاذ الدستور وسيقتصر على الأعمال السيادية فقط. لا تعديلات على إعلان الدستور. شكرا جزيلا. نتائج رفضها قضاة مصر مؤكدين استمرار تعليق العمل بالمحاكم وبدء اعتصام مفتوح، بينما أصرت القوى السياسية التي شكلت جبهة الإنقاذ الوطني على رفض الحوار مع الرئيس حتى إلغاء ما وصفته بالإعلان الدكتاتوري. أما جماعة الإخوان المسلمين فقد أثارت حقن الدماء وأجلت مليونيتها الداعمة للإعلان الدستوري. تحصين في الإعلان الدستوري اللي صدر من الرئاسة هو تحصين مؤقت لفترة لا تزيد عن الشهرين، بمجرد ما يصدر الدستور هيجب الإعلان الدستوري الصادر. وعلى بعد خطوات من ميدان التحرير اشتباكات متقطعة بين متظاهرين يقذفون الشرطة بالحجارة لترد عليهم بقنابل الغاز، مخلفة مئات المصابين بينهم 200 من الشرطة ذاتها. وفق محللين سياسيين فإن أكثر من 80 عاما من سعي جماعة الإخوان المسلمين إلى السلطة توجت بانقسام حاد في المجتمع المصري حول سياساتهم بين قوى إسلامية مؤيدة وقوى مدنية تنتفض مجددا رفضا لما تعتبره دكتاتورية جديدة. هشام مهران، MTV، القاهرة.